بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحفل هذا هو صبيحه ديال الاطفال ديال الابناء الاعوان والموظفين ديال الجامعات المحمديه واللي تدخل في سياسه التقاربيه ما بين النادي البلدي والموظفين ديال الجامعات المحمديه، لاجل بغينا نقربوا الرياضه اللي تشملها النادي البلدي لهاد الابناء ديال الموظفين، اللي هو فضاء مفتوح لهم انهم يشاركوا في اي مناسبه في اي وقت بغاو. ودرنا الصبيحه لاجل ترفيه الوليدات، استغلينا هذه العطله ودرنا الصبيحه باش ترفيه الوليدات ديال الابناء. شفتي الاقبال ديال الناس؟ واش كان في المستوى؟ يعني الناس جاو بزاف. لا بالعكس، محتاجين الناس. كان واحد الاقبال تقريبا واحد 80% ديال الوليدات الموظفين اللي كانوا حاضرين معنا اليوم، وانتم طلعتوا وتبعتوا هذا الحضور كيفاش كان. يعني الناس محتاجين لهذه الانشطه بحال هذا الشكل هذا. وباش كتوعد الناس اللي كيشاهدوك دابا، واش تكون بعد يعني غتكون بزاف ولا؟ لا، هذه الصبيحه غادي نعموها يمكن غنبقاو نديرو كل ما تتحتنا الفرصه، وغنفكروا لهم حتى في رحله ان شاء الله. المكتب منكب باش يدرس رحله ان شاء الله لوليدات الموظفين ان شاء الله. شكرا على الكلمه ديالك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسميتك؟ يحيى. يحيى، اش من المستوى الدراسي؟ السادس. نعم. كيف جاك هذا الحفل اليوم لقى به استاذ جمال؟ زوين. زوين، شنو عجبك فيه؟ ألعاب السحرية. ألعاب السحرية. كلشي مزيان؟ كي جاك الحفل اليوم؟ مزيان، كلشي مزيان. شنو اللي عجبك به بالخصوص؟ فيه؟ عجبني فيه السحر وداك الكلون. نعم، واش غتقولي للأستاذ جمال اللي قام لكم بهذا الحفل اليوم؟ الله يخلي لينا ديما. شكرا. حاضر. كي جاك الحفل اليوم؟ زوين. شنو عجبك فيه؟ السحر. واش الاخر؟ كله زوين. ياك؟ يلا شكرا.